مصطفى هاشم صاحب مكتبه في سوريا الازبكيه. احنا عاملين مهرجان لمده شهر الزبائن بتاعتنا من 15 يناير ل 15 فبراير. المهرجان ده فيه تخفيضات كبيره جدا توصل ل 60% و70% و80% كمان، تعويضا عن ان احنا ما رحناش في معرض القراءه الدوري للكتاب. الكتب بتبدا من اول كام لغايه كام تقريبا؟ ب 2 جنيه و3 جنيه حد 10 و20. لما بيكون فيه مثلا كتاب كذا جزء بيبقى الجزء مثلا بيبقى سعره تقريبا كام؟ ما تعداش برضه ال 20 جنيه يعني. احنا حتى لو كتاب اجزاء برضه ممكن تجيب كتاب مثلا 5 اجزاء ب 100 جنيه مثلا، يبقى كتاب ب 20 جنيه. ممكن الكتاب ده ممكن يتباع بره مثلا ب 300 400 500. بس فصعب تبقى مخفضه جدا لانها كتب مستعمله فبيبقى عليها اقبال اكبر يعني. احنا لما استبعدنا السنه دي من معرض القاهره الدولي للكتاب اضطرينا او ده تاني مهرجان نعمله ان شاء الله. احنا عملنا قبل كده مهرجان كان في الصيف ونجح جدا يعني الحمد لله. فالسنه دي فكرنا لما احنا ما دخلناش المعرض اتحاد الناشرين والهيئه يعني استبعدونا من دخولنا المعرض السنه دي، لان هم كانوا عاوزين يعني سور الازبكيه يبقى مشارك بس بشكل مقنن بالطريقه اللي هم رسمينها للسور الازبكيه كديكور. يعني احنا كنا ندخل السنه دي كديكور علشان المعرض السنه دي مهم جدا او اليوبيل الفضي للمعرض، فكانوا عاوزين سور الازبكيه بس بطريقتهم هم. والكلام ده ما ينفعش معانا، احنا لنا روح معينه، كلنا بنكمل بعض مبدئيا، كل واحد عنده كتب مختلفه عن التاني. يعني كل مكتبه ما فيهاش شبه كتاب يعني كتاب شكل التاني، لو في 10,000 كتاب فما فيهمش كتاب اصلا شكل التاني. حاول ننشط المكان على قد ما نقدر لان في ناس كتير ما تعرفش فين سور الازبكيه، بنفاجئ بيهم في المعرض ان احنا انتوا مكانكم فين، هو فين سور الازبكيه اصلا في مصر، وممكن تكون ناس ساكنه قريبه مننا جدا ما يعرفش فين مكان سور الازبكيه اساسا لانه مكان مهمل مبدئيا. يعني كل الدنيا او كل العالم فيها كتب قديمه بتتباع، فرنسا نفسها في باريس في العاصمه في كتب قديمه بتتباع. سور الازبكيه ده المفروض يبقى مزار، انت تخرج انت وولادك تنزل سور الازبكيه تقضي يوم ممتع فيه، تلاقي حد بيرسم، حد قاعد في ندوه، في مثقفين، ملتقى الثقافه في مصر، ده جزء من تاريخ الثقافه في مصر مبدئيا. يعني المعرض او المهرجان دوت يقدر يكون سنوي، يعني تقدر تعملوه كل سنه ان شاء الله. هو ده اللي هيحصل، او هنعمله مش نص في اجازه نص السنه وفي اجازه اخر السنه في الصيف. هنعمل المهرجان ده في المكان احنا لان احنا ناس بسطاء جدا برضو، مش بنكسب بالطريقه يعني البيزنس بتاعنا مش قوي قوي، يمكن افقر ناس هم بتوع الكتب في السور الازبكيه مبدئيا. الحمد لله مش فقر حتى مد شويه يعني عادي. طيب انا عاوز اعرف بس ايه مثلا الاسعار هنا تقريبا عندكم ممكن تبدا من اول كام، وممكن الكتب الاجزاء ممكن توصل لغايه كام؟ الاسعار مختلفه اصلا يعني احنا هنعمل نفس التخفيضات اللي كنا بنعملها في معرض القاهره الدولي للكتاب في مكاننا. يعني المعرض كان بيتوح لنا ان احنا نعرض كل شغل يعني معظم شغلنا بشكل يعني بطريقه عرض احسن، لكن احنا برضو هنحاول في نفس المكان الصغير اللي احنا فيه نعرض اللي نقدر عليه، وبنعمل برضو خصومات اللي هنقدر عليها. مش هقول لحضرتك ان احنا هنعمل خصومات 100% او 90%، لا يعني كل واحد هيقدر المتاح بالنسبه له بالنسبه للخصم هيقدر يعمله في شغله مبدئيا. الكتاب بيبدا من جنيه لحد 1000 جنيه يعني مفيش سعر ثابت على حسب قيمه الكتاب لاي كتاب بالظبط كده. يعني في كتاب مثلا 300 سنه من 500 سنه من 100 سنه، ما هو ده اصلا ده بالنسبه لي ثروه او مش هلاقيه تاني، وليه قيمته وفي الناس اللي بتقدره وفي الناس اللي بتقدر بتدور على ده، وفي من ميكي وانت طالع، لان احنا بنتعامل مع مش شريحه واحده في المجتمع، احنا بنتعامل من كي جي 2 او كي جي 1 من كي جي 1 لحد اللي عنده 100 سنه بافكار مختلفه بفكر مختلف بثقافات مختلفه، كل واحد بيقرا في اتجاه مختلف كده يعني.